اليوم أنا سعيد وأنت سعيدة ويحق لكل سعودي أن يكون سعيد اليوم. قبل ما نبدأ حلقتنا أحب الحقيقة أبارك لكل سعودي وسعودية. حدث مهم المفروض ما يمر مرور الكرام، إذ اليوم اختارت مجلة فوربس العريقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، اختارته من ضمن أهم المؤثرين في العالم. والحقيقة أن الأمير محمد بن سلمان يحق لنا اليوم أنه نفاخر ونعتز بهذا المنجز الكبير. يحق لنا أن نفاخر باسم الأمير محمد بن سلمان، وهذه ليست الحقيقة المرة الأولى التي يظهر اسمه في العديد من الجهات والصحف والهيئات الرصينة التي تعتمد على معلومات دقيقة ويحتل مراكز متقدمة في تصنيف الشخصيات الأقوى. وهذا له عدة دلالات، أولها أن هذا الرجل وهذا الأمير الشاب يعرف العالم حجمه جيد، ويعلم حجم مشروع السعودية 2030 الطموح والرؤية، ويعلم أن الأمير محمد بن سلمان أصبح اليوم ليس الشخصية الأبرز في الشرق الأوسط فحسب، بل هو يتواجد بين زعماء العالم ومكانته ليست كأي مكانة. وكذلك الأمير محمد اليوم يقدم مثالا رائعا للشباب السعودي الطموح والفاعل والمتطلع للمستقبل ليس المتخاذل. ويحق لنا كسعوديين اليوم أن نقول نحن على الطريق الصحيح، والذي يتمثل بهذه الرؤية الطموحة والدلائل الكثر. لكن ربما كان آخرها اختيار الأمير محمد بن سلمان في هذه القائمة، قائمة فيها زعماء يعني خاضوا وماضوا في السياسة وفي الاقتصاد منذ سنوات، ربما قبل أن يكون موجود الأمير محمد على هذه البسيطة. ولكن هذا أسد ابن أسد وجده أسد، وأنا الحقيقة لا أمدح تزلفا، ولكن أمدح إنصافا وأمدح معتزا وفخورا بهذا الوطن الشامخ وبهذا القائد الملهم سيد الإرادة السياسية. كما أقول، كم نحن سعداء، كم نحن فخورين، كم نحن أعزاء، كم نحن مليئين بالشموخ في ظل هذا الرجل العظيم.